الحمد لله ربنا كرمنا النهاردة بتوفيقه، وطبعا اللعيبة أدت اللي عليها والجهاز الفني الحمد لله، يعني حتى المساندة الجماهيرية كانت على أعلى مستوى وراقية جدا النهاردة. بطولة جميلة وإنجاز جميل للنادي الأهلي يضاف لتاريخه، وإن شاء الله بإذن الله مزيد من انتصارات إن شاء الله بإذن الله. فريق النادي الأهلي يشرف كرة مصرية في المغرب إن شاء الله. شكرا.